ليه محمد عبد الواحد لابراهيم حسن اللي بيساعدها قدام لحسام حسن يحط جول. جول الاول لنادي الزمالك. ملعوبه حلوه حلوه. وعلاء وعلاء في الحته دي بيجيب جوان. في الحته دي بيجيب جوان. عاوز قفلت عليه وفاروق. يا سلام لو جت يا ابراهيم وابراهيم جابها. احلى اهداف المباراه. لسه بقول لكم ان ابراهيم بيحرج من ابراهيم مره ثانيه على حدود المنطقه ويجرب ابراهيم وشوطه. ايه يا ابراهيم حسن هتبقى احسن وبيلعبها بالعرض فعلا والتاني والتاني يا عجول. وحلو قوي وحسام والهدف الاول. بقول لكم احد اسلحه الاهلي. ومخطوفة تاني توصل لطارق السيد. وحلوة يا ولد يا ولد يا حسام. يا لا 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 يومك يا وهي مخطوفة يا نادر يا جوبك. سيب نادر بالصدار يطلعها وترتبك الكرة مرة تانية. وابراهيم حسن باكورد خلفية وبالعرض الناحية التانية وتضرب ابراهيم رجله جميله. حسام حسن اطول من لازم شويه لكن سيطر عليه حسام. وحلوه. هدف عالمي هدف عالمي من طراز اهداف مايكل اول. حسام حسن وعاليه عند كشري ترجع لابراهيم حسن وبيفكر يشوط وشاطه جامده حلوه يا جول. تعادل الاهلي كل لون بيسافر سفر. لعب العد جوه جول الاول للنادي الاهلي. عبد الواحد حسام حسن وحسام وجول. يا ولد وجول والهدف الثاني. حلوه الثواني الاولى من الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. حسام حسن وقذيفه جميل اوفر ونط وجول حسام حسن وجول. هنشوفها مرة تانية. ابراهيم برافو ابراهيم. سريان وياسر بيعمل اوفر الناحية التانية. حسام حسن بتلاقوه. جول حسام حسن. تنشيط من ناحية الشمال والضربة الركنية وجول. احمد صالح وحلوة يا جول تاريخي لحسام حسن. جول تاريخي والله يا حسام يا حسن. اهدافك دي تتعمل. محمد وعرضيه وعاليه وحسام بدماغه ويوسف وعاليه ويخش على طول نمره 2 اهو. ابراهيم